حاضرا وعاد بها التقرير. بهذه الطريقة استقبل أنصار اتحاد الحراش الحكام واللاعبون لتنطلق المباراة بمحاولة محتشمة لمولودية وهران. رد عليها سريعا أبناء الصفراء فضيع ظهار كرة المباراة، وعندما أراد أن يستدرك في كرة ثانية اصطدم ببراعة الحارس ناطش، فتدخل المتألق في وسط ميدان اتحاد الحراش حراج وحاول هو الآخر أن يباغت فطنة ناتش بتسديدة من بعيد لم تغير في النتيجة، ليختتم الشوط الأول بعرضية من حراج وترويض جميل ليونس الذي نجح في المراوغة وأخفق في التسديد بقوة. في الشوط الثاني حاول الاتحاد أن يضغط في الهجوم فطلب ظهار بضربة جزاء، لكن الحكم منحه بطاقة صفراء بداعي التمويه، ليطالب الاتحاد مرة أخرى بضربة جزاء بعد كرة يونس التي صدها شمس الدين نساخ. الحمراوة أرادوا بدورهم فتح باب التسجيل عن طريق دلهوم، الكرة جاءت جانبية وهو حال الهجوم المعاكس الذي باء بالفشل عندما ضيع سويبع هذه الكرة التي أراد أن يحولها بمقصية في شباك الحارس زغبة، إلى أن جاءت الدقيقة 84 حيث احتسب الحكم حنصال تسلل أشار إليه المساعد فشكك في صحته الأنصار واللاعبون، وتدخل المدرب بعلام شارف فتوقفت المباراة لدقائق قبل أن تعود الأمور إلى حالتها وينتهي اللقاء.